من السبت لحد قال لا ده في الكتاب في يوم الخميس قلت له خلاص انت يوم الجمعة ورحنا فعلا ما جيناش نتفرج على قال لا عايز اشوف نفسي ما جاش جمعة حتى دخلت البيت كده في النار لا مش هلاقي هنا بتاع خمس جمعات في النار انا قلت لها مش مشكلة ده انا بشغل